نحن صرنا مع صندوق النقد الدولي في خطوات متقدمة. لأول مرة صار في عنا نوع من أرقام موحدة أعطيت الصندوق للنقد الدولي. اجتمعت مع المسؤولين المقيمين عن شركة لازار، وصار في حديث طويل عن بعض نقاط وردت بالخطة التعافي تعيتهم، اللي هي أنا برأيي الشخصي غير منطقية وغير قابلة للتنفيذ. مصرف لبنان عم يتعاون تعامل كامل مع لازار، أعطاها كل الأرقام وكل الحسابات اللي بدها إياها، ونحن مشينا بالطريق المضبوط، فسهلت هذا الموضوع، وموعود يكون في عنا الخطة تعيتهم خلال هالشهر. ميزانية 2022 مطلوبة منا للصندوق الدولي، للصندوق النقد الدولي، أن تكون حاضرة ومقدمة على مجلس النواب قبل آخر السنة، وإن شاء الله خلال أسابيع بتكون خالصة.